السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ كي داير اخوتي اخواتاتي، اش اخباركم؟ كي داير نهاركم بخير على خير؟ كنتمنى اخوتي اخواتاتي هاد لا فيديو دوز بخير على خير، ونشارك معكم بسيطلات صغار ديال القبرون. نبداو ان شاء الله بالطريقه المقادير اللي عندي. بسم الله على بركه الله. عندي هنا القمرون، القدر اللي بغيتو اخوتي. عندي القمرون هنا، عندي معلقه كبيره ديال القزبر والعدنوس، معلقه كبيره ديال الزبده، معلقه صغيره ديال الهريسه ملسوحه، ما تكونش كثيره ما كيبغيش الحار. عاوتاني معلقه صغيره ديال التحميره، فلفل احمر، عندي كمون معلقه صغيره مليحه، عندي جوج فصوص ديال الثوم، عندي نص كاس ديال الزبده والزيت مخلطين. هنايا كاين زيتون مقطع، عندي معلقه كبيره ديال زيت العود، وهنا عصير نص حامضه وبيضه، والشعريه الصينيه غادي ندير الميطين ان شاء الله، غادي نخوي عليها تترطب. وعندي هنا ورق ديال البسطيله، والورق اللي بغيتو ديرو ديرو ورقه البسطيله ولا ورقه تاع الفينو، تاهي كتجي زوينه، كل واحد على حسب الاختيار. ودابا غندعو على بركه الله باش نخلطو الشربوله ديالنا. بسم الله بسم الله. غنبداو بقزبر معدنوس، تحميره، كمون، ملح، عصير ديال نص حامضه، ديرو الزيت معلقه كبيره ديال الزيت البلديه، زيت الزيتون، الثومه غادي نحكها ان شاء الله. انا حكيت الثومه، خلطوا هاد المقادير كامله. شد واحد المقلاه وغنديروا فيها الزبده هادي مذوبه باش نشحروا فيها القمرو ديالنا. غادي نخليو على جنب تنشحروا القمرون ديالنا في الزبده، غنخليو الزبده تذوب ان شاء الله، وغادي نديرو فيها القمرون يتشحر ونرجعو معاكم ان شاء الله. ها هو القمرون ديالنا فوق الكبوطه بالعافيه، هنا ديك الزبده. دابا كنمشيو نديو فيه ونجيبو فيه. هذاك الشوره ديال الحار ديال الكامرون ضروري تقيدوهم، ضروري متبقاوش شي وحده في الدور. من بعد غادي نزيدو هذاك الشرمونه اللي حضرنا، والزيتون مقطع. شفتي كيف خيراتهم؟ صافي نتسجل مع عناصر بعضياتهم. غادي نزيدو ديك الشعيه الصينيه، نقطعها شويه طريفات صغار، نزيدو على الخليط ديالنا،
الشعيره ديالنا. من بعد ملي نخليوها حتى تبرد شويه، ملي تبرد لينا نشدو الورقه ديالنا غادي نقطعها وغادي نبداو نعمرو فيها. انتوا معايا ان شاء الله. صح ريحه زوينه اخوت ما شاء الله. غادي نشوف واش عندي نيته الكوزه هي كتجي زوينه، غادي نحكها فيها ان شاء الله. ها هي الحشوه ديالنا اخوتي ملي بردات، بردات الحشوه. هذه الورقه ديالنا غنبداو نحلو فيها، نحلها من بعدا باش نسهل عليا الماموريه. هنا عندي البيض ها هو طربتو باش غادي نجمع الورقه، وهنا عندي الزبده والزيت اللي غادي ندهن به الورقه ونبدا نعمر ان شاء الله. غنحلها غندير وحده وحده اخوتي ساعه. شوفوا انتم تعرفوا هاد ورقه شحال شفافه، غادي ندير جوج ورقات ونجمع ان شاء الله. نبداو بعدا مع الاولى. تبارك الله كيصاوبوا الورقه زوينه اخوتي. نبداو على بركة الله، بسم الله. نبداو ناخدو الزيت ندهنو بيدينا، ندهنو الورقة اللي غادي نخدمو بها، نحطها على الطريقة هذه، ناخدو طريقة أخرى، ندير ورقة أخرى، ندير هذه اللي حد كنت غنديرها وحدة، ساعة غندير جوج، وندير جوج معلقة كبيرة ديال الحشوة. تكون عامرة. صافي نبداو نجمعو، ساهلة. نبداو نجمعو نديرو في البيض باش نسدو الحشوة ديالنا. الفران ديالنا راه سخون، غنكملوهم ان شاء الله وندهنوهم بالزبده والزيت، ندخلوهم الفران بهذه الطريقه هذه اخوتي، ونبقاو نديرو تنكملو جلد الورقات ديالنا. ندير معاكم وحده اخرى. كتجي البسيطلات ديال القمر وكيجيو زوينين، هذا بدا كيعجبوني. ندير الحشوة الثانية. صافي نبداو نجمعو. علاش درت هاد الزلافة هادي؟ باش يجيو مستوى واحد، يجيو كلهم قد قد. نبقاو على الطريقة هادي تنكملهم كاملين إن شاء الله. هانتوما خوتي خواتاتي هاهما كملتهم، دابا غندخلهم الفران كيفما قلت لكم سخون، وغادي نشعل عليه فوق لتحت بما تحبرو، وغادي نخرجهم إن شاء الله. هانتوما خوتي خواتاتي هاهما خرج البسيطلات ديال القمرون ديالنا من الفران، جاو زوينين وكيشهيو وتستاهلو. وكنتمنى التوفيق يعجبكم، وغنزينو بالطريقه اللي عجبنا. انا زينتهم بالدوائر، نص دوائر ديال الحامض، وبغيتو ديروا فوق منهم فخوم فرماج ولا اللي بغيتو، ولا خليهم هكاك عاديين ماشي مشكل، كيجيو زوينين ولذاذ. وكنتمنى اخوتي خواتاتي هذه الوصفه ديال البسطيل ديال القمرون يعجبوكم، والى اللقاء. سلامه.